احمد اليكم الله الذي لا اله الا هو واصلي واسلم على نبيه ومصطفاه واحييكم بتحيه العزه والكرامه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلنا رب مرشرة <applause> مش شوية ولذلك سامحوني <applause> رمضان تظهر لنا فيه ساعات حاجات غريبة وعجيبة لو فما ناس أصحاب محنة ورب يتوب على صاحب كل فيهم اللي يحترم العواشر أو كمرجب وشعبان يطوي والكبار اللي خلطت عليهم أنا من أصحاب المحن في رجب وشعبان توب الرب ويبدا يحضر في روحه والصيام والعباده ويقول ربي سامحنا ويتوب علينا في الوقت هذا قلت شويه ولات الناس حتى رجب وشعبان ما فيها باس او يقول لك اذا كان ثبت اذا كان الشيخ المفتي قال غدوه رمضان نكملوها نعملوها سكره للصباح وبعد نمشي للحمام وانتهى الموضوع لكن هذا ايش قاعد يعمل لنا الان توا توا سيدي نفكروا في العوض ما هو شرب ما يمشيش مع رمضان عنا شوية زطلة وشوية تكروري وولات الآن بشقي ومعد والناس تفتل والعينين باهتة والناس دايخة وأين نحن من الهواء الله الله يبدأ رمضان شهر الطاعة والعبادة والاستقامة وشهر التجاوز وشر الاخوه هذا نحولوه لشر الدخة واللي كل واحد منا يفتل واحنا نبدله في النفس و... ونعيش في خيال الموبقة اللي قاعده الان تنتشر في البلاد واللي القانون يعاقب عليها ورغم عن ذلك منتشره واللي القانون يعاقب عليها بصرامه اللي يتكيف واللي يوزع هالموبقه هذه تحتاج منا الى وقفه راه وليداتنا وبنياتنا اذا كان ضرب فيهم هدا العضال رانا ما نهزوش ركبه يا وخياني راهو هذه المخدرات راهي مصيبه عالميه الان تغزى بها الدول راهي تحطم بها الامال راهي تقتل بها العزائم راهو يعتدى فيها على كرامه الامه تي تعرفوا في التاريخ فما حرب تسمى لا اللي وقعت في الصين غير دولوبيوم حرب نتاع الافيون راو دولة تجم تغزو دولة عن طريق تطويح أو تطويع إرادتها عن طريق قتل إرادة شعبها ولذلك إياكم ثم إياكم نتساهلوا في القضية والقضية بقدر ما هي مخترة أمام القانون بقدر ما هي مخترة في وسط المجتمع إيش قاعدين نعملوا إحنا آباء وأمهات ما ونشموا لداتنا نتبعوهم نشوفوا علاش هما يقبلوا على المخدر علاش إخواننا وأخواتنا الآن ولو يتكيفوا المخدر صحيح فما بلا هابط على كل نفس صحيح كل واحد منا تاعب في الدنيا متقلق فما ناس خايفه على مستقبلها فما اللي يقرا يقولك الله اعلم علي شنو بيها بها الشهاده أو فما عشره عشرات الالاف اللي الان شهيدهم في يديهم وهم يخيطوا في الزنق ويفصلوا في الحوم لكن الحل ما ماهوش هو شوف المخدر الحل في ان ناقفوا بأبلاءنا حتى تكون عندهم اراده سويه وحتى اللي يمكن لهم باش يوجدوا لانفسهم مكان في المجتمع القلق والستريس اللي نعيشوا فيه الخوف من المستقبل اللي مستولي علينا يفرض علينا ما نجابهوش بمخدر نجابوه بوعي بادراك بفهم ونحب نقول للناس اللي تعتبر المساله خطيره المساله ما تقولش ما تقفش عند المنع يلزم ايجاد تيار متاع فهم وتفهم يحول طرق التربيه والاقناع عن شبابنا الى حد ان اللي باش يتصاب هالمرض هذا يقلع من تلقاء نفسه ولذلك احنا نحتاج باش المجتمع المدني يتنظم بالشكل الذي يجعله يبلغ صوته الى فتياتنا وفتياننا وشبابنا وشاباتنا باش يقلوا على هالمصيبه هذه ما تكفيش تقول له عام حبس ما يكفيش تقول له سنين حبس بالنسبه للي روج لا ما يكفيش هذا يلزم خطة قائمة على أساس است... توعية، صحيح السلطة مطلوبة باش تسد علينا باب البلاء، ما تخليش الناس يجيبوه، ما تخلي الناس يجيب ي... يوزعوه، واللي يوزعوا ويجيبوا يجب أن يعاقب عقابا شديدا، لأنه باش يصور المال على حساب مأساة الأمة ومأساة الشعب ومأساة الشباب ومستقبل البلاد. لكن نقول واجب علينا بهالمناسبه باش ندركوا يا وليداتي وابنياتي وان هالمخدر اللي قاعد يصيب فينا في عظامنا ويضرب فينا بالداء العضال واجب علينا باش نقفوا ضده وباش نقاوموه ومقاومتنا ليه عن طريق فهم اسباب الاقبال عليه واسباب كونه شبابنا يمشيوا ويشربوا المخدرات ويسرقوا من اموال ابائهم وامهاتهم باش يحصلوا انفسهم هكذا الزطلة المشومه راجل من خوياني باش يقفل هالقضيه هذه وقفه حزم ورمضان يذكرنا بخطورتها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته